الإعلان عن ساعة الصفر لتحرير محافظتين يمنيتين هامتين في اليمن. لنشاهد التفاصيل. تعهد المجلس الانتقالي الجنوبي بتحرير شبوة ووادي حضرموت، وحث المتحدث الرسمي باسم الانتقال علي الكثيري أثناء احتفالية بمدينة المكلا بمناسبة الذكرى 58 لثورة 14 من أكتوبر ضد الاستعمار البريطاني الجميع في هذه المناطق لرفع الجاهزية القتالية، ويقول أن حالة الطوارئ لا تزال مستمرة. إلى ذلك أفرج الحوثيون اليوم عن 18 من أسر قوات الشرعية وقعوا في الأسر خلال معارك مأرب وشبوة الأخيرة، معتبرة ذلك بمبادرة حسن نية من طرف واحد. وقالت وسائل إعلام الحوثيين أن الإفراج جاء بتوجيه زعيم الحركة عبد الملك الحوثي في إطار تعزيز اللحمة الوطنية وبمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف والعيد 58 لثورة 14 من أكتوبر، وتقديرا لقيادات ومشايخ ووجهاء المناطق المحررة بالمحافظتين حد وصفهم. وخلال لقاء مفرج عنهم في ذمار، قال محمد البخيتي أن التحالف والشرعية يعرقلون عمليات تبادل كل الأسرى، معتبرا أن إفراج صنعاء لأسرى الشرعية مبادرة حسن نية ضمن مبادرات من جانب واحد، وتقديرا لأبناء المناطق المحررة في مأربة وشبوة. فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.